جزاكم الله خيرا. قرأنا هذه العبارة: من زار قبري وجبت له شفاعتي. هل هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذب، ليس صحيحا ولا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل حديث في خصوص زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه إما موضوع وإما ضعيف شديد الضعف لا يحتج به، كما نبه على ذلك الحفاظ كالحافظ ابن حجر، شيخ الإسلام ابن تيمية، وتقي الشيخ تقي محمد بن عبد الهادي، شيخ محمد بن عبد الهادي الإمام الجليل في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي، وكلها أحاديث إما ضعيفة شديدة الضعف واهية لا يحتج بها، وإما مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.